العزام، درست جرافيك ديزاين وتخرجت. قبل ما أبلش طبعاً أنا هاي الموهبة أخذتها من أمي، هي تعلمتها برضو، اللي هي السنارة، الخيط، الكروشيه، بنعمل صواني، كوسترات، شنطات. بلشنا في البداية بأول مرحلة الكورونا، وبعدين استمرنا. عملت أمي أول شنطة، باعتها، عملنا لها بيج، وصرنا نسوق عليه. مع الوقت صار يجينا زباين وشغل، وبلشنا فيه. اتجهنا لشنطات الهاند ميد لأنها صارت مفقودة هلا حالياً. كل إشي هاند ميد حلو، يعني بيختلف عن الماكينة، يعني وأغلب الناس بفضلوا، يعني معروف إشي يا جلد يا أما شنطات عادية يعني معروفة. هلا الهاند ميد حلو، مرتب، راقي، يعني بيعطي شكل حلو للمرأة بشكل عام. الصوف ما بنشتغل فيه، بنشتغل بخيط اسمه سلسلة، بس نحتاج إنه خيط وسنارة. طبعاً في أدوات تانية بس استثنائية. هلأ ما بنحتاج إكسسوارات، بنحتاج كل إشي بيكمل الشنطة، بيعطي الطابع إلها الحلو المرتب. طبعاً طلب الزبونة حسب إذا هي بدها سيلفر، ذهبي، شو الألوان اللي بدها إياها. في أكتر من لون. هذا الخيط بيجي زي البوليستر، متين، بينلبس صيف شتاء، يعني ما في له فصل محدد. هلأ رح بفرجيكم شوي من شغلنا. في عنا هذا البريء، هذا اسمه الخيط كروشيه ناعم. حبينا نلبس البريء فيه، شكله حلو، مرتب، بيعطي هيك أناقة شوية مثلا لتقديم الشاي. هلأ هذا الفنجان برضو من الكروشيه الناعم، مندخل فيه ألوان حسب الألوان اللي احنا بدنا إياها، بنعمل ورد، وبتكون هذا مش تلزيق، هذا بتكون من نفس الخيط، بينشبك بطريقة معينة مشان تعطينا هذا المنظر، بتقدم للشاي بشكل حلو مرتب وأنيق. في عندي هدول الكوسترات، هدول بيجوا خشب، طبعاً بتكون مخزقة، فيها خزوق. هنا إحنا بدنا نشتغل بهدول الخزوق. هذا طبعاً من نفس الخيط اللي بنعمل فيه الشنط. في عنا هاي القطبة اللي هي المروحة، طبعاً هنا بيكون عشان نعطي جمالية أكتر للكوستر. هدول اللي هنا لازم نعبيها، وفي كتير ناس يعني متخصصين بهذا المجال ما بيعرفوا هاي الشغلة. في عندي كمان الشنط اللي منسويها، هاي القطبة اسمها قطبة الفشار. طبعاً الخيط السلسلة، هاي الإيد طبعاً حسب الصبية اللي هي بتحب شنطة إيدها حديد، إيدها شغل من نفس الخيط، هي زي ما بتحب. طبعاً منركب لها المارك، إذا في إلها من هون هيك قلاب بسكر بكون في إلها إفل، يعني إحنا بنقدر نتحكم بجمالية الشنطة. هلأ أنا أول إشي بطمح إنه أوسع مشروعي عالمياً، أحب إنه يوصل لكافة أنحاء العالم. أحب الناس تقدر شو هو الهاند ميد، قديش إحنا بنتعب فيه، قديش إحنا نصنع إشي بكل حب. يعني إحنا بنعمل الشنطة أو الكوستر أو الصينية كأنه إلنا. أحب ألاقي الدعم الكبير لحتى نوصل إن شاء الله ونستمر بهاي الموهبة.